سلمى، غوطة دمشق بتحيط فيها من الشرق والغرب والجنوب، وهي تتبع دمشق وريف دمشق. الغوطة سهل ممتدة من الأراضي الخصبة ومن وغنية بأشجار الفاكهة. خلونا نتعرف على الغوطة بالتقرير التالي. غوطة دمشق تحيط بمدينة دمشق من الشرق والغرب والجنوب، وهي تتبع دمشق وريفها، وتعد سهولها من أخصب بقاع العالم. وقد جاء في كتاب عجائب البلدان: الغوطة هي الكورة التي قصبتها دمشق، وهي كثيرة المياه، نضرة الأشجار، متجاوبة الأطيار، مؤنقة الأزهار، ملتفة الأغصان، خضرة الجنان. استدارتها 18 ميلاً، كلها بساتين وقصور، تحيط بها جبال عالية من جميع جهاتها، ومياهها خارجة من تلك الجبال، وتمتد في الغوطة عدة أنهار، وهي أنزه بقاع الأرض وأحسنها. وقد كانت الغوطة الشرقية ملهمة للعديد من الشعراء والأدباء الذين تغنوا بجمال سهولها وخضارها وطيب ثمارها. وقد قال الأصمعي: جنان الدنيا ثلاث، غوطة دمشق ونهر بلخ ونهر الأبلة. وتقسم الغوطة إلى قسمين متصلين، هما الغوطة الغربية والغوطة الشرقية. تحتضن الغوطة الكثير من الآثار التي تعود لعصور قديمة متعددة، وخمسة عشر ديرا تاريخيا أثريا، ومجموعة من التلال والمواقع الأثرية، نذكر منها تل الصالحية وتل أسود وغيرها، إضافة إلى الآثار الدينية. الغوطة بجناتها وبساتينها وهوائها العليل اجتذبت الكثير من عشاق الطبيعة، وأقيمت داخل بساتينها مجموعة من المشاريع السياحية، وكانت متنفساً لأهالي دمشق حتى بدء الحرب على سوريا، حيث عملت الجماعات الإرهابية على تخريبها، واستخدمت أهلها كدروعا بشرية ليعيد رجال الجيش العربي السوري الحياة إليها ويحررها من رجس الإرهاب.